السلام عليكم. عبد العزيز بوتفليقة الرئيس الجزائري هو أكبر الحاضرين في المشهد السياسي اليوم، وللمفارقة هو أيضا أكبر الغائبين. بوتفليقة حاضر على ألسنة داعمي ترشيحه لولاية رئاسية خامسة، وهو حاضر على ألسنة شباب جزائري يتظاهر رفضا لهذا الترشيح. لكن هذا الحضور كما عبر عنه متظاهر هو شبح، إطار، صورة بلا جسد ولا روح ولا مادة تتحرك أمام العدسات. وبهذا المعنى فإن بوتفليقة هو الغائب الأكبر. وبالرغم من هذا الغياب المادي، فإن الرجل ماض في ترشحه وسط دعم المؤسسات النافذة في البلاد ودعم تحالف الأحزاب المشاركة في الحكم. على إيقاع ثنائية الحضور والغياب هذه، يتمدد الغضب في شوارع الجزائر حاملا معه تساؤلات عن مدى التأثير الذي يمكن لهذه التظاهرات أن تحدثه في الانتخابات الرئاسية الجزائرية التي ستحصل في نيسان أبريل المقبل. مشاهدينا الكرام، أنتم مدعوون لمشاهدة هذه الحلقة من برنامج حديث العرب التي تتناول احتجاجات الشارع الجزائري والتفاعلات السياسية التي ولدها في البلاد. فأهلا وسهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء. بوتفليقة ارحل، بهذا الشعار انطلقت التظاهرات في الجزائر رافضة ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لدورة خامسة. ولقطع الطريق أمام توارث السلطة، ردد المتظاهرون أيضا شعارات لا بوتفليقة لا سعيد، في إشارة إلى شقيقه السعيد بوتفليقة الذي يتم الحديث عنه كخليفة للرئيس الحالي. بوتفليقة الذي يحكم البلاد منذ عام 99 قدم أوراق ترشحه لولاية خامسة متجاهلا عشرات الآلاف من المتظاهرين الرافضين لحكمه. وبعد الترشح انتقلت التساؤلات حول إمكانية حكم البلاد من الرئيس الثمانيني الذي يتنقل بواسطة كرسي متحرك منذ إصابته بجلطة دماغية عام 2013. طلاب الجامعات الذين شاركوا في الاحتجاجات بشكل واسع يعملون في إحداث تغيير برأس السلطة في البلاد، فيما دعا أساتذة جامعيون زملائهم إلى الانضمام للاحتجاجات وأوضحوا في رسالة مفادها: لدينا واجب تجسيد صوت الناس الذين ينهضون ضد نظام سياسي بات يشكل تهديدا حقيقيا لمستقبلنا واستقرار بلادنا. بدورها اتهمت منظمة مراسلون بلا حدود السلطات الجزائرية بتكميم أفواه وسائل الإعلام، وتحدثت عن توقيفات واعتداءات ومنع تغطية وضغوط على وسائل الإعلام العمومية وتعطيل شبكة الإنترنت منذ بداية التظاهرات. ووصفت بعض الصحف التظاهرات بأنها زلزال سياسي، فقد نجح المتظاهرون في امتحان كسر هاجس الخوف الذي جثم على صدور الجزائريين طيلة السنوات الماضية، والخروج ضد الحكومة التي تمنع التظاهر منذ عام 2001، الأمر الذي قد يغير نتائج الانتخابات المزمع إجراؤها في 18 من نيسان القادم. لمتابعة هذا الموضوع ينضم إلي هنا في الاستوديو الأستاذ يوسف بن رجم بن سالم المحلل السياسي، ومن إسطنبول الأستاذ يحيى بوزيدي الباحث السياسي، ومن العاصمة الجزائر عبر الهاتف طبعا الأستاذ رياض هويلي الكاتب الصحفي. أهلا بالجمع الكريم. نبدأ هنا في الاستوديو. أستاذ يوسف، هل الجزائريون نزلوا إلى الشارع تظاهرا بسبب إعلان بوتفليقة ترشحه لهذه الولاية الخامسة في هذه الظروف، وبالتالي يعني كانت هذا الترشيح هو شعرة معاوية التي قصمت الظهر البعير أو الاستقرار في البلد، يعني أو الاستقرار السياسي إذا صح التعبير، أم أن ثمة أسباب أخرى؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. كما ظهر في التحقيق الذي قدمتموه قبل قليل، يعني الأوضاع التي وصلت إليها البلاد وهي إلى يومنا هذا منذ أكثر من 5 سنوات، يعني الرئيس غائب عن الساحة، فالناس كانوا ينتظرون أن تتصرف الحكومة أو الحزب الحاكم بعقلانية، أن يتصرف بحكمة وأن لا يقدم إلى الناس رجل مريض نسأل الله له الشفاء، أو نسأل الله أن يخفف عنه، لأن الشفاء في حد ذاته هو مخرج له، والموت قد يكون مخرجا له ولنا. فالمظاهرات التي ترونها، السياسة التي قادتها الحكومة أنها تختفي وراء رئيس مريض غير موجود، وتدير دفة الحكم بسوء لا نظير له،
حيث أن تجد أن الوزراء وأفراد الحكومة وكل من هو ذا رتبة عالية في هذا النظام الحاكم إذا مرض هو أو مرض أحد أقربائه يلجأون إلى الخارج للعلاج. فمن الشعب المسكين الذي هو موجود في البلد؟ كيف يعالج؟ إذا ذهبت إلى المصحة يطلبون منك أن تأتي بالخيط الذي سيخيطونك به بعد أن تجري عملية، يطلبون منك أن تحضر المادة التي سيستخرجون بها صور أشعة، فمن أين للمواطن يعني أن يأتي بها؟ برأيك هل هذه أسباب تستوجب كل هذه التظاهرات؟ يعني هل يتظاهر الجزائري من هذه الأسباب؟ لو ظللت أحصي لك الأسباب التي جرت الناس إلى أن يخرجوا إلى الشارع. لا، ليس المطلوب إحصاء، وإنما المطلوب لماذا خرج الجزائريون بشكل جوهري؟ خرجوا رفضا لهذا الترشيح المهزلة. لماذا هم المهزلة؟ قاموا بترشيح رجل غير موجود، يعني لو أتينا به حتى هب أنه نجح في الانتخابات، أليس عليه أن يؤدي اليمين الدستوري؟ أليس عليه أن يقسم؟ لو تكلم ببنت شفا لوافق عليه الناس كرئيس، لكن الرجل لحد الآن لا يتكلم، حتى حركاته هذا شيء، يعني مخه مصاب، يعني المخ تبعه مصاب. يعني إذا أفهم من كلامك أن الجزائريين ليس لديهم مشكلة إلا فقط ترشيح بوتفليقة في الجزائر، الأمور على ما يرام وعلى أحسن ما يرام، لكن فقط الترشيح هو الإشكال. لا لأن ترشيح الرئيس هو الذي يدير دفة الحكم في كل دول العالم. إذا كان الرئيس غائب وأناس يختفون وراءه ويديرون باسمه، يقومون بتعديلات في المنظومة التربوية، يهملون المنظومة الصحية، يعني المسألة اجتماعيا لا وصلت إلى حد لا يطاق، وكذلك سياسيا، يعني صورة الجزائر عبر العالم، يعني الناس أصبحوا يأخذون الجزائر كمثال إذا أرادوا أن يضربوا مثالا سيئا. في إفريقيا، الشعوب الإفريقية حين أراد أحد الرؤساء أن يعيد الترشح رفعوا له لافتة، لسنا الشعب الجزائري، يعني وصلت المسألة طيب. إلى درجة أن أصبحنا مثالا سيء يضرب بنا طيب. حول العالم. لكن في المقابل يعني هذا الرأي لا يمثل كل الجزائريين، ثم آراء أخرى أريد أن أسأل عنها الأستاذ هويلي في الجزائر. أجدد ترحيبا بكم أستاذ هويلي. يعني الرئيس الجزائري الحالي عبد العزيز بوتفليقة رجل مقعد، بلغ من العمر عتيا 81 عاما، غائب عن المشهد، لا يتحرك، لا يتكلم، يعني لماذا يرشح نفسه لولاية رئاسية خامسة؟ ألا يوجد في الجزائر من يستطيع أن يمشي على الأرض ويتكلم ليقود البلاد؟ لا، عفوا، في البداية الجزائر فيها 40 مليون تقريبا، أن كل الجزائريين يعني خير إطارات الجزائر بإمكانها قيادة البلاد نحو العقل ونحو التغيير، لكن جازما أن الرئيس بوتفليقة كان من دائرته الضيقة وليس رغبته الشخصية أكثر من رغبته الشخصية. أعتقد أن الرئيس أيضا يعني كما تقدم الغائب عن المشهد منذ 5 سنوات لم نسمع له تكلم أو ترشح، قالت ترشح رسالة بعثت من قبل أنصاره. ذلك الجزائر اليوم الذي ذكر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الماضية للعودة الرابعة لم يهضم هذا الترشيح اليوم، والرئيس غائب، لانه الجزائر اليوم بحاجه الى نفس جديد، بحاجه الى رجل بامكانه تقرير. يعني استاذ هويلي اعتذر منك على يعني هناك خلل في الصوت ربما من المصدر، سنعيد التواصل معك مره اخرى. دعني اذهب الى اسطنبول مع الاستاذ يحيى بوزيدي. يعني بنظره الى حجم التظاهرات وتوزع الجغرافي الذي قامت عليه هذه التظاهرات، ربما يعني بما يمكن تحديد الهدف الذي سعى اليه المتظاهرين، هل هم يريدون ازاحه بوتفليقه من المشهد الانتخابي، من مشهد السباق الى الرئاسه، ام ان الامر ما وراء ذلك؟ أعتقد أن ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لعهدة خامسة يمكن أن نعتبرها القطرة التي أفاضت الكأس. أما أن خروج الجزائريين في هذا التوقيت بالذات في مظاهرات كبيرة، سواء من حيث الحجم وأيضا من حيث الانتشار الجغرافي، ثم عقبها خروج الطلبة في أيضا في مظاهرات في نفس الاتجاه، ثم بعدها الصحفيين، إذن يعني الحراك في هذا التوقيت بالذات له العديد من الأسباب. هو يحاكي إلى حد كبير جدا ما حصل في المنطقة العربية في 2011. أهم الخصائص المشتركة هي عدم وجود قيادة وانطلاق هذه
المظاهرات من منصات التواصل الاجتماعي، وهنا يطرح السؤال: لماذا تأتي هذه المظاهرات الآن وليس قبل ذلك؟ هناك جملة من الأسباب يأتي في مقدمتها حالة الغموض والتوجس التي سادت المشهد الجزائري في السنوات الأخيرة، التغييرات الكثيرة والمتكررة على مستوى الأجهزة والمؤسسات الأمنية والقيادات الأمنية، على مستوى الحكومي والتضارب في البيانات أو الخطاب حول الحكومة. حكومة سابقة تشير إلى الجزائر تواجه أزمة مالية، حكومة بن بتور تنفي ذلك، ثم تأتي بعدها بأشهر قليلة حكومة أويحيى وتؤكد على الأزمة المالية، أيضا صراعات داخل حتى الحزب الحاكم. فضلا عن ذلك، هناك تقريبا قبل سنوات كثيرة العديد من الباحثين أشاروا إلى فكرة ما يسمى بالانتقال الجيلي، باعتبار أن الجيل الذي يحكم في الجزائر هو جيل الثورة، وكان يفترض أن يتم انتقال للسلطة للجيل الثاني أو الجيل الثالث. نحن الآن مقبلين إن صح التعبير على الجيل الرابع، ومع ذلك لم يتم تغيير في السلطة، لذلك هذه المظاهرات تأتي بشكل طبيعي، خاصة أن السبب عدم تحرك الجزائريين في وقت سابق كان يعزى بشكل أساسي إلى تجربة العشرية السوداء، باعتبار أن الجزائريين يعني تضرروا كثيرا من الأمن ولا الاستقرار. إذا ما كنت تتحدث عن هذه الأسباب الموضوعية التي ذكرتها، يعني بحسب ما فهمت من كلامك أن الجزائريين الآن في الشارع يثورون على ركام من عقود الممارسة السياسية، إذا ما فهمت هذا وأرجو أن تصحح لي، يعني الآن الجزائريون في حالة ثورة ليس في حالة احتجاجات هامشية. لا، نحن الآن في هذه المرحلة يمكن أن نصل عليها نحن في لا عقلانية الشارع، أو نحن في بدايات حركة احتجاجية لا نعرف مآلاتها وما يمكن أن تصل إليه، هل ستبقى في مستوى الحراك المجتمعي أم ستتطور إلى فعل ثورة وغيره. هذا الأمر يتوقف على من جهة على ما ردود الفعل السلطة، ومن جهة أخرى أيضا على المسارات التي تنحى بها المظاهرات. نعم. لأن لا يوجد قيادة خلف هذه المظاهرات وغيره، وأنها تعتمد وسائل التواصل الاجتماعي، فبالتالي لا يمكن التنبؤ إلى المدى الذي يمكن أن تصل إليه. هذا ما أريد أن أسأل عنه ضيفي في الاستوديو بعد قليل، لكن دعني أعود مرة أخرى إلى الجزائر. أستاذ هويلي، أرجو أن يكون الآن الصوت أفضل. يعني قد يسأل سائل، أعيد السؤال عليك، قد يسأل سائل أن الرئيس بوتفليقة كبير في السن، يعاني من آثار سكتة دماغية قبل 6 أعوام أصيب بها، مختف عن المشهد، لا يتكلم، لا يمارس نشاطه، يعني منطقيا عقليا كيف يمكن لرجل بهذه المواصفات أن يقود دولة بحجم الجزائر، هي خامس مصدر للطاقة لأوروبا، وثالث أكبر شريك تجاري للأمريكيين، وأحد أكبر 10 أكبر دولة في العالم مساحة، وأحد كبرى الدول الإفريقية، يعني كل هذه الإمكانات، أليس من المنطقي أي من المطلوب منه مراعاة الظرف المعقد الذي تمر به المنطقة الآن؟ أولا لابد من التذكير هنا وأيديكم الكرام أنه الجزائريين يعني من الدول القلائل أو الأوائل في الدول العربية الذين طاروا على أحاديث الحكم سنة 1988 فيما يعرف بأحداث أكتوبر 88، وهي التي جلبت يعني تعددية سياسية وإعلامية وحزبية وانتخابات برلمانية ونيابية وأيضا محلية، يعني كانت تعددية. الجزائريون اليوم إذا كانوا طيلة هذه العقود الماضية قد يعني التزموا الهدوء والتزموا أيضا نوع من الاستقرار إلى حد الجمود، فهذا ناتج على مآلات الأزمة الأمنية التي ضربت وخلفت أكثر من 200,000 قتيل خلال العشرية الأحمر أو السوداء كما يصطلح عليها البعض. لكن دعني أقول أنه اليوم البلد بحاجة إلى رئيس يعني يعي ويستطيع التكفل بحاجيات البلد الكبيرة، تحديات جيوستراتيجية، تحديات أمنية، تحديات اقتصادية، كذلك أيضا رئيس بإمكانه نقل الجزائر إلى الجمهورية الثانية، إلى الحريات، إلى مجتمع الحريات. لماذا لم ينقلها إلى الجمهورية الثانية منذ 20 عاما؟ لا، أنا أقول لابد من نفس جديد، ولابد من
من رئيس جديد. الذين يتحدثون عن ترشيح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة هم المنتفعين خلال هذه السنوات، هم الذين أوقعوا البلاد في أزمة مالية بعد أن كانت البلاد تحوز على أكثر من 1,000 مليار دولار. هؤلاء اليوم هم الذين يختبئون وراء الرئيس من أجل البقاء في الحكم والبقاء في مناصبهم. اليوم الشعب الجزائري لما انتفض اليوم انتفض من أجل إعادة الكرامة ومن أجل التغيير الحقيقي، ليس فقط من أجل العهد الخامسة فقط للرئيس بوتفليقة، وإنما من أجل تغيير حقيقي، بناء دولة عصرية، الانتقال للجمهورية الثانية، جمهورية الحريات، جمهورية الديمقراطية، جمهورية العدالة الاجتماعية، جمهورية المساواة، جمهورية حرية الرأي وحرية المعتقد وحرية الأفكار أيضا وحرية المبادرة. هذه هي المطالب الحقيقية لدى الشباب الجزائري. لا يمكن بأي حال من الأحوال نقول عن الرئيس ترشح لأنه لديه رغبة بقدر ما هي رغبة زبانيته التي استولت على الحكم وأيضا طيب طيب أعود إلى الاستوديو. يعني إلى أي مدى هذه التظاهرات يعني قابلة للتوسق أفقيا وعموديا، خصوصا وأنه كما قال يحيى من إسطنبول ليس لها رأس وليس لها قيادة، كما هي حال كثير من الانتفاضات أو الاحتجاجات التي شهدها العالم العربي؟ هل تلمس إرادة عميقة لدى الشارع الجزائري في إعطاء هذه التظاهرات زخما إضافيا؟ الحمد لله أنه على رأس هذه الاحتجاجات لم يكن هناك رؤساء الأحزاب الذين نعرفهم، لأنه لو كانوا هؤلاء أصلا هم يسمون معارضة، ولكنهم لا يعدون أن يكونوا مساحيق تجميع على وجه هذا النظام حتى يبدو أمام العالم أنه نظام ديمقراطي ويسمح بالتعددية وما إلى ذلك، إلا أنه صنع لنفسه معارضة على مقاسه بحيث يمضي في مخططاته في تحطيم النسيج الاجتماعي الجزائري بإصدار قوانين، تحطيم المنظومة التربوية، حيث مؤخرا أتوا بأخصائيين من فرنسا وكأن لا يوجد في العالم سوى فرنسا يأتون منها بأخصائيين لتغيير المنظومة التربوية. فإذا غيرت المنظومة التربوية فأنت تصنع نشأ جديدا، وإذا صنعته على ميزات معينة فإلى جيل أو جيلين ستنشئ، يعني نستطيع أن نقول ستنشئ مسخ حسب التخطيطات التربوية التي يعدونها. فإذا قلت كما قلت الحمد لله أنه لم يكن هناك رؤساء هؤلاء الأحزاب على رأس هذا الحراك الذي يشهده الشارع الجزائري، لأن الآن ستكون المطالبات درجة درجة. فإذا يعني تصرفت الحكومة بحكمة وكانت عاقلة وكان هناك بينهم أناس راشدون عليهم أن يتفادوا إلى ما ستصل إليه الأمور. سنتحدث عن خيارات الحكومة وعن حتى في المحور الأخير عن المعارضة، لكن قبل ذلك هل هناك إجماع على هذا الحراك في الجزائر؟ ألا يوجد أحزاب مشاركة في السلطة تدفع باتجاه الاستقرار وبقاء الرئيس على الأقل في هذه المرحلة المضطربة، وبالتالي يفضلون الاستقرار على يعني المطالب التي يرفعها المتظاهرون؟ الشارع الجزائري أثبت يعني عبر جميع أطراف الوطن من شرقه إلى غربه شماله إلى جنوبه خرجت أناس إلى الشوارع تطالب بعدم وقوع العهدة الخامسة، وعلى الذين رشحوا أنفسهم وللأسف من بينهم أحزاب تسمي نفسها إسلامية، لو كانت حقا إسلامية الإسلام يأمر بعدم المضي في الفساد إذا رأينا أن هذا الطريق الذي نسلكه سيصب بنا في مخرج لا تحمد عقباه. فالأمر الآن الذي يجب أن تتجه قوات كل الشارع الجزائري هو إيقاف المسار الانتخابي في حد ذاته، ثم أن ننتقل إلى المرحلة الثانية كأن يكون مجلس لتسيير الدولة من جميع الأطراف يعني المشاركة في يعني المكونة لهذا للجزائر، ثم ننتقل بعد ذلك إلى انتخابات الرئيس. طيب. أو إلى ما ذلك من مؤسسات الدولة سنتحدث عن هذا، لكن لو نذهب إلى فاصل أنا نتوقف مع فاصل ومن ثم نعود لاستئناف الحديث.
أسعدكم الله، وهذه عودة لمتابعة الحديث بشأن الاحتجاجات التي تشهدها الجزائر على خلفية إعلان الرئيس بوتفليقة ترشحه لولاية رئاسية خامسة. أستاذ رياض، في الجزائر التظاهرات مستمرة وتنضم إليها شرائح جديدة كأساتذة الجامعات والطلاب، في ظل هذا الوضع ما الوجهة التي ترشح أن يتخذها النظام أو الحكومة في التعامل مع المتظاهرين في المرحلة المقبلة؟ أولا بديل بهذه، أولا ننوه لأنه كل الاحتجاجات سلمية بطريقة حضارية بطريقة ديمقراطية. خلينا نقول لا، ما زال اليوم أمام الجماعة الحاكمة اليوم في سنوات الحوار مع المواطنين وأيضا في الاستجابة لانشغالاتهم. طيب انا مضطر للاعتذار للساده المشاهدين عن هذا الخلل الحقيقي في الصوت، اتحول مره اخرى الى اسطنبول. سيد يحيى، هذه الخريطه الجغرافيه التي تنتشر عليها التظاهرات برايك في صورتها الحاليه الى اي درجه يمكن ان تؤثر على مسار الانتخابات الرئاسيه في الجزائر؟ حقيقه يعني هذا التوقيت، هذه المظاهرات يعني أخلط الكثير من الأوراق على المستوى السلطة السياسية، كونها جاءت في ظرف زمني في تهيئة الظروف الانتخابات. نحن بقية يومين أو ثلاث لغلق باب الترشح للانتخابات الرئاسية، وبعدها بعشر أيام تقريبا يعلن المجلس الدستوري عن الملفات المقبولة ترشح. ففي هذا الظرف يعني تصعب على السلطة اتخاذ القرارات المناسبة اتجاه هذه المظاهرات، خاصة يعني الجميع يترقب غدا الحجم الذي يمكن أن تأخذه، هل ستتسع؟ لكن معذرة يحيى، هو سؤالي ليس عن ما يجب أن تفعله الحكومة، إنما في ضوء قراءتك للمشهد الآن الداخلي وتعقيداته في الجزائر، يعني بحسب هذه القراءة إلى أين تتجه الحكومة؟ كيف سيكون سلوك الحكومة مع هؤلاء المتظاهرين؟ تقريبا الآن الحكومة في مأزق، لأن في كل الخيارات يمكن أن تؤدي إلى النتيجة وعكسها. فهناك يعني خيارين إن صح التعبير لا ثالث لهما، إما التنازل والتراجع والقبول بمطلب المتظاهرين بعدم ترشح الرئيس أو يتنازل الرئيس عن ترشح لعهدة خامسة، أو الموضوع قدما في هذا المسار وعدم الالتفات للمظاهرات. وفي الحالتين يعني هناك ردود فعل يعني قد تكون معاكسة، فتنازل السلطة قد يغري المتظاهرين للخروج أكثر يعني والمطالبة. لماذا تقول إن النظام أو السلطة في أزمة، علما أن هناك مؤيدين لترشح الرئيس، هناك أحزاب، أربعة أحزاب مشاركة في السلطة فضلا عن الحزب الحاكم، هناك المؤسسات النافذة في البلاد تدعمه بقوة، هناك شرائح من الشعب الجزائري بغض النظر عن حجمها كبيرة أو صغيرة تقف وراء ترشيح هذا الرئيس مفضلة الاستقرار بعدما رأت ما حصل في سوريا وفي ليبيا وفي اليمن؟ قراءة الفواعل المؤثرة هي داخل السلطة، يعني كما سبق الإشارة إلى حالة الغموض والتوجس وحالة الاستقرار أو التغييرات التي طالت المؤسسة الأمنية والحكومات والبرلمان وغيرها، كلها كانت مؤشرات على تدل على وجود صراع داخل أجنحة السلطة، فهي ليست متوافقة ومتكاملة في رؤاها بشكل كامل. هذا أولا. الأمر الثاني، الآن بالنسبة للأحزاب المؤيدة وحتى القاعدة المؤيدة، هي قاعدة تبقى يعني كبيرة في إطار النسبة المتعارف عليها من المشاركين في العملية السياسية، لكن الجديد هو أن دخول ما يمكن أن نعتبرها ويصطل عليها بالأغلبية الصامتة. الأغلبية الصامتة التي لا تشارك في الانتخابات هي الآن التي تتحرك في الشارع، وهذا عامل مؤثر جدا، ومن هنا الارتباك على مستوى السلطة السياسية. طيب أستاذ يوسف، يعني الآن هذه الواقع يقول إن بوتفليقة ليس وحيدا في الميدان، لديه بعض الداعمين، لكن أي تغيير في ضوء هذا الواقع، أي تغيير برأيك يمكن أن يرضي هؤلاء المتظاهرين؟ ما نوع هذا التغيير؟ ما مستواه؟ ما عمقه؟ حتى تهدأ غضبة وفورة الشارع الجزائري، إذا صح التعبير أنها غضبة وفورة طبعا.
هناك العديد من الاقتراحات اقترحها يعني المناوئون لهذا النظام في الساحة الجزائرية، يعني هي العودة إلى فترة انتقالية، هذا يعني أحسن مخرج يمكن أن يسلكه حتى يتجنب المجتمع الجزائري ما تقوم الحكومة أو المؤسسات الدولة بتهديد الذين خرجوا إلى الشارع به، ألا وهو كما يتكلم أحدهم: أتريدون إلى العودة إلى الأيتام؟ أتريدون العودة إلى الدماء؟ هذا ما تهدد به الحكومة المتظاهرين في الشارع، والمتظاهرين هم أصناف شتى، يعني منهم السلك التعليم، منهم سلك الصحة، منهم الطلبة كما رأينا منذ أجل قريب، يعني فليست هناك شريحة معينة في المجتمع الجزائري إلا وخرج منها طائفة يعني ينددون ضد طريقة تسيير الحكم في الجزائر. أنت قلت مرحلة انتقالية، إذا كنت تتهم أحزاب السلطة وتتهم أحزاب المعارضة وأيضا القوات العسكرية والأمنية كلها تقف وراء الرئيس، من الذي يدير هذه المرحلة الانتقالية؟ لا يوجد نخبة سياسية تستطيع إدارة هذه المرحلة بحسب كلامك. لا، هو موجود، وكأن الجزائر يعني نساؤها عقرت على أن تنجب رجال في الجزائر موجودون كثر، وأكثرهم يعني كل من يرون أنه يشكل خطر عليهم إما يرموه في السجون وإما يذهبون به إلى المنفى، يضطرونه إلى الخروج يعني من الوطن. يعني أنت تطرح تصورا مثاليا، بمعنى أن يخرجوا من هم في السجون لكي يديروا مرحلة انتقالية يتنازلوا بموجبها عن السلطات لهؤلاء الذين كانوا مسجونين، هكذا تقصد؟ طبعا نحن لسنا هنا فقط لتعديد المساوئ النظام، بل في نفس الوقت نحن نحاول أن نعطي، نحن نعلم أن هذه الفكرة موجودة لديهم وهم لا يريدونها، نحن نحاول في نفس الوقت إعطاء حلول حتى لا نصل إلى طريق مسدود ولا يعلم أحد كيف ستكون النتيجة. هذه الحلول تبدو أنها حقيقة مثالية وليست واقعية في المنطق السياسي الراهن. الشارع الجزائري حتى يهدأ ويحافظ على استقرار البلاد في هذا الظرف، يعني أنت تعرف أنه في الجنوب النيجر ومالي ثمة جماعات مسلحة ربما تكون يعني تشكل نوع من التهديد الأمني بحسب رأي الحكومة، وأنت في اليمن الوضع في ليبيا على في الشرق ليبيا وضع بلد متوتر، تونس استقرار فيها هش، يعني الجزائر في هذه البيئة المضطربة يريد أن يحافظ على استقراره، ما الذي يمكن أن يجعل الشباب الجزائري هادئا برأيك؟ من دون مثاليات. أنا لا أرى الجماعات التي جعلوها كالبعبع يخيفون بها الدول، لا أراها هي الخطر الأساسي في هذا الظرف، الخطر الأساسي هي القوى الغربية. فرنسا تلعب على عدة مجالات لكي تقطع الجنوب الجزائري حيث تستولي على الخيرات الموجودة فيه، ثم أنا السيناريو الذي أتوقعه أن فرنسا ممكن والغرب عموما، لكن أضع أصبعي على فرنسا بالذات لأنها أغلب الناس يظنون أن الجزائر قد نالت استقلالها، نعم استقلت الأرض، لكن القرارات السياسية والقرارات التي تؤثر فعلا في البلاد لا زالت تتخذ من قصر الكيدورسي، يعني فرنسا قواتها موجودة، هي موجودة في مالي، ليست لسواد عيون مالي بل عينها موضوعة على الجزائر، ولا زالت يعني أنا لا تخيفني الجماعات المسلحة التي يهددون بها يمينا وشمالا، الذي يخيفني أكثر شيء هي القوى الغربية والتي هي داعمة لهذا النظام الموجود في الحكم في الجزائر، ولولاها ما كان ليطول عمره طول هذه المدة. طيب دعني أذهب إلى يحيى في إسطنبول، يعني هل يمكن أن يكون ضمن خيارات الحكومة الآن النظام الرئاسة أي إلى آخره، هل يمكن أن نسمع عن بيان قريبا إعلان عودة الرئيس بوتفليقة عن ترشحه بالرغم من أنه أعلن أنه سيمضي في هذا الترشح، هل هذه من الخيارات المطروحة الآن في الجزائر؟ يعني قبل الإجابة على هذا السؤال أود أن أشير إلى جزئية بالنسبة للسؤال السابق، هناك تحدي كبير وهو الحفاظ على استمرارية الحراك في طابعه السلمي، وهذا يتطلب أمرين أساسيين، الأمر الأول هو تجنب استعمال العنف في مواجهة هذه المظاهرات، هذا الشرط الأساسي الأول، والشرط الثاني أيضا تجنب التصريحات الاستفزازية من طرف السلطة والحكومة التي قد تدفع المتظاهرين لاستعمال العنف وغيرها. فهذا هو في هذه المرحلة هذا هو المطلب الأساسي للحفاظ على الطابع السلمي لهذه المظاهرات. نأتي إلى الخطوة التي بعدها، تقريبا يعني يصعب التكهن
أو الجزم بما ستقوم به السلطة في المستقبل. كل السيناريوهات وكل الاحتمالات واردة، والأمر كما سبق وأن أشرت يتوقف على داخل العلبة السوداء للسلطة، أجنحة السلطة، ما يمكن أن تتوافق عليه، ما هي تتوافق عليه بينها من جهة، وأيضا حجم المظاهرات من جهة أخرى، الذي ربما في حالة ما إذا توسعت بشكل أكبر وربما سيقود إلى هذا الخيار، خيار تراجع الرئيس عن ترشح. حتى لو توسعت هذه التظاهرات، ما الذي يجعلك يعني تقرأ أن الحكومة النظام ربما يعلن عن عودة بوتفليقة عن ترشحه؟ لماذا يعني ما الذي يدفعهم إلى ذلك؟ تقريبا هو الأساس الذي يدفع، أن لأن تقريبا سندخل في حملة انتخابية، وكانت فيه بعض المواجهات إن صح التعبير، رفض لمحاولة تنشيط بطريقة ما حملة انتخابية من طرف الأحزاب التي تدعم ترشح الرئيس، فهنا التخوف من الانتقال إلى حالة العنف وحالة الاستقرار في يعني المستوى المجتمع بشكل عام. ربما هذا التخوف من هذا يكون دافع أساسي لهذا الخيار، أو ربما جناح في السلطة يحسم الأمر ويكون معارض لفكرة العهدة الخامسة، ويستطيع أن يحسمها بطريقة يحسم ويتخذ هذا القرار بطريقة ما. فهذا يعني هذا السيناريو بناء على هذا المتغير الشعبي والمتغير عوامل القوة داخل السلطة السياسية. طيب، نحن معنيون حقيقة بمناقشة خيارات الحكومة المطروحة بقوة وبموضوعية، لأن عليه قد يتوقف مصير كثير من الأشياء مستقبليا. الآن رئيس الوزراء السيد أويحيى يطرح يقول بدأت المظاهرات في سوريا، التظاهرات بدأت في سوريا بالورود وانتهت بالدماء. قد يكون هناك إيحاء ما للشارع الجزائري بأنه لا تذهب إلى هذا المسار، لكن بالمقابل إلى أي مدى يمكن للسلطة أن تحافظ على مكاسبها بإزاحة بوتفليقة والبحث عن خيارات، عن خيار بديل تحتفظ السلطة بمكاسبها وتهدئ الشارع برأيك؟ يعني في ضمن هذين السيارين، ما هو السيناريوهين، ما هو الأرجح؟ الأرجح لا يستطيع التنبؤ به أي أحد، فلكن الأصوب، نقول الأصوب على الحكومة أن تكون عاقلة وأن لا تدفع إلى المخرج الذي لا تحمد عقباه. لكن كما أشار الأخ يحيى، علينا يعني المتظاهرين أن يسعوا إلى أقصى مدى، لا أقول إلى أقصى مدى، أن يتجنبوا استعمال ما تطلبه، ما تنتظره السلطة أن يقوموا به. أي لا، عليهم أن لا يعطوا فرصة إلى هذه النظام، وهو استعمال العنف والتكسير والحرق. لأنه في الأخير ما سيحرقونه هو أموال الشعب، ولن تتضرر الحكومة في ذلك، أموالهم قد هربت إلى الخارج، أخذوا بها عقارات. لكن في ظل عدم وجود قيادة ورأس لهذه التظاهرات، إلى أي مدى يمكن ضبط هذه التظاهرات بحيث لا تنساق مثل ما انساقت سابقاتها من التظاهرات العربية إلى العنف وبالتالي خراب البلاد؟ لذلك نحن نقول على الحكومة أن تكون عاقلة، لأنه جهاز التحكم الآن موجود في يد النظام الحاكم في الجزائر. ما دامت المسيرات الموجودة في الشارع ليس لها رأس وليس لها ضابط يضبطها، فعلى الحكومة أن تكون عاقلة، لأنها لا تستطيع هي حد في حد ذاتها أن تتنبأ بما ستكون ردة فعل المتظاهرين في الشارع إذا ما سعت إلى استفزازهم. وأنا أرى أنها، نسأل الله العافية وأرجو أن يكون يعني تفكيري خاطئ، أن الحكومة هي في حد ذاتها تدفع إلى استعمال العنف وإلى انفجار الوضع، لأنه حسب ما يبدو أن جميع المخارج التي سيخرجها هذا الحراك الموجود لن يكون في صالح القائمين على تسيير هذا النظام، وذلك لعدة أسباب يعرفها الخاص والعام، طرقهم في التسيير، طرقهم في نشر الفساد، طرقهم في نهب المال العام، يعني جميع هذه الأمور هم في ذات أنفسهم يفكرون. إذا أعطينا الوضع وتركناه أن يسير المسار الصحيح، في الأخير سيكون هناك من سيستدعينا للاستجواب وللمساءلة عما أوصلنا البلاد إليه. طيب، هنا حتى الآن في هذا الحديث ثمة حلقة مفرغة، وهي المعارضة الجزائرية كيف ستتعامل، إلى أي مدى يمكن أن تستثمر هذا الوضع؟ هذا ما نبحثه بعد هذا الفاصل.
أهلا وسهلا بكم إلى الجزء الأخير من حلقة اليوم. أذهب إلى يحيى في إسطنبول. سيد يحيى، يعني هذا هو الشارع الجزائري وقد نزلت متظاهرا، وهذا هو الرئيس بوتفليقة وقد مضى في ترشحه، ثمة المعارضة هنا، ماذا هي فاعلة برأيك؟ تقريبا المعارضة صح التعبير مأزقها لربما أكبر وأكثر من النظام السياسي باعتبار أو السلطة السياسية باعتبار أنه ليس مرضيا عنها، سواء من طرف السلطة السياسية وحتى من طرف المتظاهرين الذين سيعتبرون أي محاولة، وخاصة أنا هنا مشكلة في تحديد مصطلح مفهوم المعارضة، من هي المعارضة المقصودة، ولربما هنا يعني أقف وأحدد هنا المقصود. إذا تحدثنا عن المعارضة الممثلة في الأحزاب السياسية المشاركة في العملية السياسية بشكل عام، فهذه المعارضة كما سبق وأن أشرت هي في مأزق، لأن السلطة السياسية لن تسلمها أوراق يعني مجانية صح التعبير أو مكاسب مجانية، وفي المقابل أن المتظاهرين سيعتبرون أن المعارضة تركب هذه الموجة وتستغل حراكهم من أجل تنفيذ أو تحقيق مكاسب خاصة بها، وبالتالي فهنا دور المعارضة هامشي جدا باستثناء حالات وإن كان الوقت آخر عليها تقديم مرشح مقبول مجتمعيا، وهي أخفق ولكن وهي هذا وقت آخر الوقت هذا يعني بقيت يومين أو ثلاثة. ألا تشكل الأحداث الراهنة فرصة لهذه المعارضة لتحسين صورتها لدى الشارع الجزائري واستثمار هذه الأحصال بما يعود على الجزائر بالنهاية والتغيير في الجزائر؟ المشكلة فيها في أزمة ثقة، يعني الآن الشارع يعني لاحظنا بعض الاتهامات لبعض قادة الأحزاب السياسية وحتى برلمانيين بأنهم يحاولون أن يركبون موجة المظاهرات باعتبار أنهم يعني كانوا يخدمون سابقا السلطة ولم يتخذوا قرارات لصالح الشعب، يعني هذا لاحظنا كثيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، بل أنا أذهب إلى أكثر من ذلك، لأنه حتى إذا افترضنا أن هذه المعارضات أو عفوا هذه المظاهرات أنتجت قيادات ذاتية قيادات من داخلها، فهذه القيادات في النهاية ستدخل في مفاوضات ما في مع السلطة السياسية وغيرها، وستتهم أيضا هي بخيانة المظاهرات وغيره، فيعني الآن هنا بالنسبة للمعارضة موقفها يبقى لا يعول عليه كثيرا في هذه المرحلة تحديدا. طيب، المعارضة أخفقت في اتفاق على مرشح واحد لمواجهة بوتفليقة الذي يعني حتى الآن الأمور محسومة له كما يقول الكثير من المراقبين جزائريين وغيرهم، هل هذا الإعلان على الإخفاق في الاتفاق على مرشح واحد وإعلان المعارضة بأننا إذا أخفقنا فعليكم يا أحزاب المعارضة أن تدعموا الشارع المتظاهر، هل هذا يعني إعلان بالفشل والتراجع من المشهد بشكل هادئ، أم أن ثمة بدائل أخرى لهذه المعارضة؟ هي أصلاً معارضة لم تكن موجودة، لأن أغلبهم يقتات من الريع الذي يغدق به عليهم النظام في حد ذاته، فتجد زعماء كلها أحزاب هذه المعارضة يعيشون بما يسمى عندنا مثل ما هو في العراق المنطقة الخضراء بزيرالدا، فإذا كنت أنت تعيش مع الذين تدعي أنك تعارضهم وتحت حمايتهم فأي معارضة هذه يعني؟ فبالتالي يعني حتى إخفاقهم في تحديد مرشح، يعني يخرجون بمرشح واحد كانت مصالحهم الذاتية هي التي تجذبهم، وكل لكن كان يتمنى أن يكون هو ذلك المرشح الذي ستجتمع عليه المعارضة. لكن السيد عبد العزيز مقري رئيس حركة مجتمع السلم قال لن نكون أرانب سياسية في هذه الانتخابات. إذا كان لا يريد أن يكون أرنبا سياسيا فعليه أن ينسحب من الترشح، عليه أن لا يترشح وينضم إلى الشارع، فهذا هو يعني أنك تدعي أنك لست بأرنب عليك أن تنضم إلى الشارع، وهذا ما دعت إليه أحزاب المعارضة أنه يجب أن يدعم الشارع المتظاهر. أن تدعم الشارع المتظاهر عليك أن تثبت ذلك ميدانيا، أما من المكاتب ومن المنصات فهذا كل يستطيع القيام به، عليك أن تنزل إلى الشارع حتى تشارك الناس في يعني توقيف هذا ما لست أدري كيف أسميه، يعني السيل الذي يأتي لكي يأخذ في طريقه الأخضر واليابس، أما أن في نفس الوقت أن تضع رجل من هنا ورجل من هنا، يعني بمعنى أن تمسك العصا من الوسط
إذا سنحت لك الفرصة وترشحت فكنت رئيسا، وإن لم تسنح فأنا مع الشارع. يعني لن هذا لا يستقيم. لن يكون لهذه المعارضة بحسب قراءتك لما يجري في الجزائر أي مستقبل سياسي في المرحلة الراهنة؟ المعارضة قد انتهت، ولو لم تكن قد انتهت لما نزل المتظاهرون إلى الشارع بدون كما قلنا بدون قائد يقود. لو كانت المعارضة موجودة في الشارع لوجدناها، إلا أن بعض الأحزاب الموجودة، يعني ولا داعي لذكر الأسماء، هذه الأحزاب تراها كل ما ظهرت على الشاشات إلا وتحاول أن تنمع صورتها وتجعلها هي البراقة أكثر من الآخرين. هذا ليس وقت تبريق الصور يا إخوة، هذا وقت يجب أن نقف فيه حتى ننقذ الجزائر. ضعوا الجزائر هي أول هدف لكم ولا تكون أحزابكم. لا زالت المعارضة إلى اليوم تسعى بأحزابها، حزبنا هو الأحسن، حزبنا هو الأحسن. اليوم هو إنقاذ للجزائر وليس لتبريق صور صوركم أيتها الأحزاب. إن كنتم فعلا أحزاب فحتى رؤساء الأحزاب هؤلاء لو دعوا إلى جمع، يعني الذين يدعون أنه عندهم مناضلين وعندهم كذا، هم لا يستطيعون حتى أن يجمعوا 100 شخص في قاعة ما. كما رأينا الذين خرجوا لكي يقوموا بالحملة الانتخابية للرئيس، والذي كان يجب على الرئيس أن يكون هو الحاضر حتى يبلغ برنامجه للشعب ويسمعه من فمه، لا أن تأتي أشخاص آخرون يقومون بذلك بدلا عنه. وهذا دليل قاطع على أن الرئيس لا يستطيع القيام بمهامه كرئيس. طيب أستاذ يحيى، حقيقة المعارضة في لو كانت اتفقت على مرشح واحد في الانتخابات الرئاسية لربما كانت وفرت غطاء كبيرا للشارع المتظاهر، لكنها أخفقت في ذلك، وبالتالي الشارع الآن المتظاهر مكشوف سياسيا، ليس له أي غطاء. هل هذا الواقع الراهن ربما يمهد الطريق نحو بوتفليقة لعدم التراجع عن الترشح والمضي قدما في هذه القضية، وبالتالي تسهيل استيعاب المتظاهرين؟ يعني كما سبق الإشارة، دور المعارضة في تحديد الموقف، موقف السلطة، هو يعني كمحدد محدد هامشي جدا. هنا يعني مواصلة الرئيس لترشحه يتوقف على أمرين أساسيين ومحددين أساسيين، هو محدد المظاهرات إذا ما استمرت أم إذا تراجعت، وأيضا الصراعات أو التوافقات داخل السلطة السياسية. أما المعارضة ففي هذا السياق ليس لها أي دور، دورها على المدى المتوسط، حتى لا نقول القريب لأن القريب لا يوجد دور، على المدى المتوسط في حالة ما إذا تم يعني تراجع الرئيس عن ترشحه، وحتى إذا تم تأجيل الانتخابات وإعادة النظر في طريقة إجرائها وتشكيل هيئة مستقلة يعني تماما تشرف على الانتخابات، وحتى إعطاء فرصة لما تسمى بالأغلبية الصامتة والتي الكثير منها ربما لا يملك حتى بطاقة ناخب. في هذه الحالة فهذه الأغلبية الصامتة إذا مات وضمان انتخابات نزيهة، في هذه الحالة لربما يكون للمعارضة دور مؤثر، لكن في ظل الأوضاع الحالية فدورها هامشي جدا. هل تتفق مع ما قاله ضيفي في الاستوديو بأن المعارضة انتهت ولم يعد لها وجود عملي على الأرض؟ لا، هو هذا الكلام مبالغ فيه إلى حد كبير جدا، باعتبار أن المعارضة هي في النهاية مؤسسات سياسية، والعمل السياسي يقتضي مناورات، يقتضي الدخول في تحالفات والخروج منها. العمل داخل المنظومة السياسية والتصورات الخارجية مختلفة تماما، يعني وهذه المعارضة يعني تدفع ثمن هذا العمل. وفي النهاية يعني كما سبق وأن أشرت مرة أخرى، يعني حتى إذا افترضنا أن جاءت قيادات ليس لها أي سوابق تاريخية، سوابق في المشاركة مع النظام وغيرها، هذه في النهاية وحتى شخصيات المستقلة والمعارضة سابقا، كل هؤلاء يعني في النهاية أي خطوة سيقدمون عليها إلا سيتعاملون مع السلطة السياسية الحالية. يعني لا يستحيل أن تنتهي هذه السلطة يعني بين عشية وضحاها، هذا أمر يعني هذا خيالي بشكل كامل. لذلك فحتى إذا جاءت معارضة من رحم هذه المظاهرات ودخلت في نقاشات ومفاوضات سياسية وغيره وحتى في حلول وانتخابات، سنجد دائما الاتهامات لها بخيانة المظاهرات وغيره، وفي النهاية
لا ستكون القوة للمؤسسات والأحزاب المعارضة التي هي مهيكلة في إطار مؤسسات ولديها فروعها في كل ولايات وغيرها في حالة ما إعادة نظر في الانتخابات وضمان نزاهتها، فستكون هي الفائز الأكبر باعتبار أن المتظاهرين إذا يستحيل أن يتوافقوا على هيكل ما يجمعهم، وحتى إذا اجتمعوا ستكون بينهم صراعات، لذلك في النهاية ستبقى العملية تدور بين المعارضة والنظام السياسي، وأما الأطراف الأخرى فيبقى لربما دورها هامشي، وهذا ما لاحظناه في تجارب الكثير من الدول العربية. طيب العمل السياسي يحتاج إلى موازنة ويحتاج إلى تحالفات، يعني حتى لا ندور في منطق عبثي أو عدمي. الآن تتحدث أنت عن أن المعارضة ماتت وأن هذا النظام فاسد، طيب الشعب في الشارع مكشوف سياسيا، النخب التي يمكن أن تدور أن تدير أي مرحلة معينة من الجزائر من الحكم في الجزائرية في السجون أو مطاردة خارج البلاد. يعني أكرر حتى لا ندخل في منطق عدمي وعبثي، ما الذي يمكن أن يحصل الآن خصوصا بعد هذه الإخفاقات بالنسبة للمعارضة؟ هل هذا يصب في صالح المتظاهرين أم ضدهم؟ نوعا ما هو يصب، لا نقول يصب، بل هو نتيجة لحراك المتظاهرين في الشارع. بالتالي الهيكلة المعارضة لا زالت موجودة والهياكل السياسية، هذا لو كان أصلا لنا هياكل سياسية في الجزائر يعني حقيقية، كما قلت أنا سابقا أن كل هذه المعارضة لا تعدو أن تكون مساحقة على وجه النظام. فإذا كنت أنا أصنع لنفسي معارضة حتى أعطي للآخرين الصورة بأنني إنسان متسامح وإنسان كما ديمقراطي وإنسان أسمح بالرأي الآخر، يعني دعني أفترض أن سؤالا في الشارع الجزائري موجود وأنقله إليك، هذا افتراض، يعني لماذا أنت هذا عندك هذا الموقف الحدي من المعارضة علما أنها تعمل في النهاية على الأرض في ظروف ربما تكون معقدة؟ أنا فقط أريد أن أكون واقعياً وأريد أن تكون أرجلي على الأرض، ولا أكون أريد أن أكون طائراً في السماء وأتخيل العالم الملائكي والأمور تسير على ما يرام. نحن في الواقع المعارضة التي هي موجودة الآن في البرلمانات والتي لها مقاعد، فنجدها تتشاجر مع الحكومة والحكومة تتبسم لهم من بعيد، نحن فاعلون ما سنفعله وأنتم أشربوا من البحر. فأي معارضة هذه؟ المعارضة التي لها وزن كما نراه في الدول التي تحترم نفسها، عندما هناك صار وقع الاستفتاء على البريكسيت فكان هناك وزن للمعارضة، مع أن الدولة تيريزا ماي لا تريد للبريكسيت أن يقع. انظر المعارضة كيف أثرت، عندما صار استفتاء على الخروج من أوروبا أو البقاء فيه فكانت هناك معارضة أطرت أفرادها وانتخبت للخروج من أوروبا، فهذه تعد معارضة. أما المعارضة التي موجودة فقط لأنها موجودة حتى يراها الناس جالسة في الكراسي فهذا لا تعد معارضة، مع أن هذه المعارضة وصلت إلى ما وصلت إلى في بريطانيا بعد عقود من التجربة السياسية المتراكمة. أشكرك شكرا جزيلا، قد أدركنا الوقت. مشاهدين الكرام انتهى وقت هذه الحلقة التي أشكر في نهايتها ضيفي في الاستوديو الأستاذ يوسف رجم بن سالم المحلل السياسي، ومن اسطنبول الأستاذ يحيى بوزيدي الباحث السياسي، وأيضا أشكر ضيفي من الجزائر عبر الهاتف رغم مشاركته الصغيرة الأستاذ رياد هويلي الكاتب الصحفي. كل الشكر لكم، في حراسة الله.